رضيتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وتفاءل المكروب قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحياة فرص، من استغل الفرصة التي تأتي له نجح، وبعض الفرص تأتي مرة في العمر وقد لا تتكرر. مغفرة الذنوب أيضا فرص، توجد حسنات ماحية للذنوب يمكنك أن تفعلها في أي وقت، ولكن بعض الحسنات الماحية لا تأتي في كل وقت بل هي فرصة، إذا استغللتها في تلك اللحظة كفرت ذنوبك، وإلا فاتتك الفرصة مع الأسف. مثلا إذا استيقظ الإنسان من نومه وهو يتكلم، يعني إما لفزع أو لشيء رائع، المهم استيقظ فزعا وهو يتكلم، هذه اللحظة هي فرصة لكي تكفر سيئاتك ولكي يستجيب الله دعاءك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعار من الليل، يعني استيقظ مع كلام، من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قال رب اغفر لي غفر له، أو دعا استجيب له، يعني حتى لو دعا بشيء آخر غير المغفرة يستجاب له أيضا، الله أكبر. وكأن الله تعالى يريد أن يجبر خاطره بدل الفزع الذي أصابه. فعلا هذه فرصة لا تحدث في كل يوم، فلا تفوتها بالرجوع إلى النوم أو الانصراف إلى أشغالك. لا، أولا قل هذه الكلمات وادعو بالأشياء التي تحبها وتريدها ثم فعل ما تشاء. ولكن إلى الآن لم ينتهي الحديث. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن قام فتوضأ ثم صلى قبل صلاته، يعني حتى لو زاد على هذا بأنه صلى فصلاته مقبولة. أصلا قيام الليل من حيث العموم يكفر السيئات. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. أخواني أخواتي، توجد فرصة أخرى لكي نمسح السيئات بالحسنات مسحا، أرجوك لا تفوتها، سنذكرها الآن. عندما يغتابون شخصا أمامك، هذه تعتبر فرصة لك الآن، فرصة لكي تسقط عنك كل السيئات التي كان من الممكن أن تدخلك النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، يعني دافع عنه، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. بالمناسبة كلمة كان حقا على الله كلمة عظيمة، كلمة عظيمة أعطاك الله إياها. هل تعرف ماذا يعني كان حقا على الله؟ أي أن الله تعالى ألزم نفسه بأن يعتقك من النار، فلا السيئات تبقى ولا الذنوب ولا شيء، هذه فرصة والله. قل لهم: لو سمحتم الشخص غير موجود ولا نريد أن نغتابه. لا تقل: أنا أخشى أن أدافع عن الذي اغتابوه فيردون علي أو تحدث مشاكل بيني وبينهم. لا لا، أنت لو كنت مكانه لتمنيت أن يدافع عنك أخوك ويرد عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيهما أولى، أن تخسر هؤلاء المغتابين أم أن تخسر عبارة كان حقا على الله أن يعتقه من النار؟ القرار لك. توجد فرصة لتكفير السيئات، ولكن هذه يعني قد لا تتوفر لك دائما، وهي أن ترفع الأذان، أن تؤذن. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، يعني بقدر ما ترفع صوتك يغفر لك، فإذا ارتفع الصوت أكثر زادت المغفرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويستغفر له كل رطب ويابس، يعني كل شيء في الأرض يصل إليه صوتك فإنه يستغفر لك.
وما الذي يدريك لعل الله أن يستجيب لبعض هذه الجمادات والحيوانات والنباتات فيغفر لك. لهذا إذا حصلت لك فرصة بأن تأخر المؤذن بالمسجد فلا تدع أحد يسبقك، وإذا كنت خارجا مع أصحابك في نزهة فكن أنت الذي يؤذن، والنساء لا يؤذن في المساجد ولكنهن إذا اجتمعنا وأردنا الصلاة فيمكن أن تؤذن إحداهن، فكوني أنت تلك الفاضلة. الأذان فرصة للمغفرة، ومن الفرص التي عليك أن تستغلها لتكفير السيئات فرصة المال الذي بين يديك الآن، فإنها قد لا تدوم، هذه النعمة قد لا تدوم. فالناس في أول الشهر تختلف ميزانيتهم عن آخر الشهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فإن استطعت أن تتصدق بصدقة ولو صدقة بسيطة في كل شهر عند استلامك للراتب فقد ضمنت أن لا تفوتك هذه الفرصة في كل شهر. أذكر أننا في إحدى الرحلات الإغاثية التي ذهبنا إليها في أفريقيا، أذكر أننا توجهنا إلى إحدى القرى الفقيرة وكان التنقل بالقوارب. طريقنا كنا نمر بالكثير من الكنائس المبنية حيث أن الحملات التبشيرية تنشط هناك، ولكننا لاحظنا في أثناء طريقنا شيئا، يعني وسط إحدى القرى لاحظت كأن منارة مسجد، فأخبرني الداعي الأفريقي هناك أن هذا مسجد غير مكتمل، فسألته عن السبب فقال لي: هذا مسجد كانت تبنيه امرأة أفريقية تسكن في مكان آخر بعيد، وهي تصرف عليه مبلغا متقطعا من فترة إلى أخرى حسب إمكانياتها، وهي لا تزال على هذا الحال منذ 20 سنة، لم تيأس من المسجد ولا زالت تبني. سبحان الله، كيف صبرت على هذا الأمر 20 عاما وهي تريد فعلا أن يكتمل هذا المسجد، صراحة شيء عجيب. حتى المئذنة غير مكتملة، حتى أن أهل القرية يصلون فيه وهو غير مكتمل فرحا بهذا المسجد، ويدرسون أطفالهم اللغة العربية والقرآن، وهذا كله في ميزان هذه المرأة إن شاء الله. طبعا أنا حاولت أن أستغل الفرصة وأذنت في صلاة العصر هناك، هذه فرصة تستغفر لك أجزاء من أفريقيا لعلها ما استغفرت لك من قبل. أشهد أن لا إله إلا الله. لكن انظروا يعني كيف تصبر هذه المرأة على الصدقة ولا تنقطع عنها، لأن هذه الصدقة فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. توجد فرصة أغلب الناس يفوتونها، هذه الفرصة لا تسقط عنك ذنبا واحدا فقط ولا ذنبين ولا ألف ولا ألفين، هذه الفرصة تسقط عنك 1,000,000 سيئة وبظرف 15 ثانية فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1,000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة. طبعا 1,000,000 يعني 1,000,000، تأخذ 3,000,000 في ثوان معدودة. قد يقول قائل: لماذا رتب الله كل هذا الثواب على دعاء السوق خصوصا؟ الجواب: لأن السوق مكان البيع والشراء ويلتهي الإنسان فيه بالدنيا تماما، فقليل من يذكر الله فيه بعكس المسجد أو المنزل مثلا، ولهذا الذي يذكر الله في هذه اللحظة يكون من المميزين، والمميز له ثواب مميز. ألا ترى أننا كثيرا ما ندخل السوق وقليلا ما نقول هذا الدعاء؟ ولهذا فأنا أقترح أن يتواصل الناس مع أصحاب الأسواق والمحال التجارية لكي يضعوا دعاء السوق على المدخل لكي يتذكره الناس، وكل من قرأه وأخذ هذا الثواب على قراءته فمن سعى لتعليق الحديث له مثل أجر الذي قرأه، ومن قرأه فتكفر ذنوبه فسيتكفر عنك من الذنوب مثل الذي تكفر عنه، لأنك دللت على الخير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور الذي كلكم يحفظه:
الدال على الخير كفاعله. ومن الفرص الغالية لمغفرة الذنوب، وهذه لا تحدث في كل يوم، أن يقع تحت يديك شخص أعطيته مبلغا من المال دين فاستعسر عليه أن يرده عليك، هذه الآن تعتبر فرصة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر وأن يتجوزوا عن الموسر، فقال الله تعالى للملائكة: تجاوزوا عنه. في رواية أن الله تعالى قال له: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. نعم، الله أولى بالرحمة من هذا العبد عندما رحم الناس. فاضغط على نفسك قليلا وتنازل عن حقك إن كنت تستطيع ماليا، وأبشر، أبشر بالرحمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والذي في السماء أيضا قال في كتابه لمن في الأرض: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أي والله نحب أن يغفر الله لنا. سأذكر الآن الفرصة الأخيرة من فرص الحسنات الماحية في هذه الحلقة، وإلا الفرص كثيرة يعني، وهي فرصة تتكرر في كل ليلة، ولكن في الغالب أن الناس لا يهتمون بها. إنها فرصة مغفرة الذنوب عندما ينادينا ربنا آخر الليل وقبل أذان الفجر، ولكن الجميع نائم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. أخي الكريم، أختي الكريمة، فلنقم لربنا في هذا الوقت ولنكلمه، فإنه يكلمنا أيضا ويغفر لنا. ذكر ابن رجب في كتابه شرح حديث اختصام ملأ الأعلى عن أبي سليمان أنه قال: إذا جن الليل وخلى كل حبيب بحبيبه وافترش أهل المحبة أقدامهم للصلاة وجرت دموعهم على خدودهم، أشرف الجليل جل جلاله فنادى: يا جبريل، بعيني من تلذذ بكلامي واستروح إلى مناجاتي، نادي فيهم يا جبريل، نادي فيهم، ما هذا البكاء؟ هل رأيتم حبيبا يعذب أحباءه؟ يقول الله تعالى عندها: فبي حلفت، الله يحلف بذاته سبحانه، قال: فبي حلفت إذا قدموا علي يوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهي، ينظرون إلي وأنظر إلي. اللهم لا تحرمنا تلك اللحظة ولا تحرمنا تلك النظرة، أجمل نظرة في حياتنا كلها. يا الله يا الله، يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك، وإطفاء للمكروب قرر يتوب ويترقب ثوابك، تدخله في ظل عرشك المجيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.